الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الكرام، من الأذكار التي ألفها المغاربة وخاصة في هذا الشهر المبارك الكريم ذكر ارتبط في أذهانهم بصلاة التراويح، ذكر يخلف أثرا طيبا مباركا على قلوب المصلين وخاصة على الشباب والصغار. هذا الذكر الذي نقوله دبر صلاة التراويح، وهو الوارد في قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا الذكر المبارك الطيب يقوله المغاربة دبر صلاة التراويح، وفيه تذكير للنفس وتذكير للغير بأن هذه النعم التي صاحبتنا في رمضان وصاحبتنا في يومنا هذا من صيام ومن ذكر ومن صلاة ومن أعمال طيبة مباركة قمنا بها في هذا اليوم هي فضل من الله سبحانه وتعالى. هذا الذكر يتضمن إقرارا من العبد، العبد يقر بالفضل لصاحب الفضل للمنعم جل جلاله الذي هدانا لهاته الخيرات الحسان. هذا الذكر أيها الأحبة الكرام في هذا الاعتراف وفي هذا الإقرار، وفيه حمد لله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق. فكم من تارك للصلاة أو متخاذل متهاون فيها صار في رمضان من الركع السجود من المقيمين للصلاة، وكم من هاجر للقرآن أو متهاون في تلاوته صار في رمضان من قراء القرآن من التالين لصوره المتدبرين لآيه، وكم من ناس لله جل وعلا صار في رمضان من الذاكرين الله كثيرا حالا ومقالا. ونحن نتنعم في رمضان بهاته النعم، لا ننسى وإن كنا في الحجر الصحي، لا ننسى عند ختمنا لصلاة التراويح في بيوتنا أن نقول هذا الدعاء، أن نقول هذا الذكر مع أولادنا مع أبنائنا، ونحن نقر بالفضل لصاحب الفضل ونقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونحن نتنعم بهاته النعم لا ننسى أن نطلب الله جل وعلا ونحن في حال القرب وفي حال الدنو وفي حال الصفاء الروحي مع الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن ننسى دعاء آخر وهو دعاء قرآني جميل به سيحفظ الله علينا هاته الهداية وهذا التوفيق وهاته الرحمات: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هديت في رمضان إلى هاته الخيرات الحسان فضلا من الله ورحمة منه جل وعلا، فسله سبحانه أن يثبتك عليها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولا ننسى أيها الإخوة الكرام أن نزيد معه دعاء نبويا مباركا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو به: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا نحن في برنامجنا هذا برنامج الذكر والدعاء حديث قبل الإفطار نعض بالنواجد على هذا الذكر ونعض بالنواجد على هذا الدعاء. أقول ما تسمعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.